اللي هم فيهم حاجات تخصهم. تمام؟ هنتكلم النهارده عن السي ان اس او الديزيز اوف ذا نيرف سيستم، لان ده ريليتد بيكم. وهنتكلم عن الديزيز اوف ذا هارت اند بلاد فيسلز محاضره ثانيه، ومحاضره ثالثه عن اللنج والريسبيراتوري سيستم، ومحاضره اخيره وهي الاهم فيهم هتبقى محاضره البون، البون والجوينتس. يعني احنا ممكن نقسم القصه لاربع حاجات، اربع كاتيجوريز يعني. سواء الواحده هتاخد محاضره او محاضره ونص او محاضرتين، هما دول الترم بتاعنا. تمام؟ الامتحانات اللي شفتوها في الترم الاول بسيطه وما فيهاش كراكيع. توزيع الدرجات ايه بتاعتكم؟ كام على النظري؟ النيرفس سيستم او ديزيزز اوف ذا نيرفس سيستم. وهنتكلم الاول عن الانفلاماتوري ديزيز. انفلاماتوري يعني ايه؟ اللي هي سببها انفلاميشن، والانفلاميشن طبعا سببه انفكشن. مش دايما الانفلاميشن سببه انفكشن، انما في الحاله دي سببه انفكشن. نتكلم عن اول حاجه اللي هو التهاب الاغشيه المحيطه بالمخ اللي هما المننجيز. التهاب المننجيز اسمه مننجايز، معناه انفلاميشن of the meningeal covering of the brain and spinal cord. الانفلاميشن لما بياخد الديورة اللي هي من بره، الانفلاميشن of the ديورة اللي هي ال outermost covering of the brain، أو اللاير من بره اللي هي تحت الجمجمة مباشرة. وفي الانفلونزا بس اللايف،
او سبت الفوكس موجوده في اي حته، زي سبيروتيك ابنديسايتس مثلا، التهاب شديد في الزايد الدوديه مثلا، بيربورال سيبسس، واحده عندها حمى الفاس، اندوكاردايتس، التهاب في عضله القلب من جوه، يقوم يحصل هيماتوجينس سبريد، يتنقل عن طريق الدم يوصل للمنجيز، ممكن يوصل من سايتوسايتس اللي هو التهاب جيوب انفيه، اوتايتس ميديا التهاب في الاذن الوسطى، والبرين ابسس خراج في المخ. ايفن حتى ممكن الاورجانيزمز دي توصل للمنجيز عن طريق واحد مثلا خد خبط فتحت له دماغه، ها اللي حصل فراكشر السكال بتاع البون اوف ذا سكال، ودخل الميكروب مباشره من الجلد، ده برضو ايه كومبليكيت كومباوند فراكشر. عارفين طبعا لما تيجي تاخدوا العظم السيمبل فراكشر اللي يتكسر فيه العظم بس، كسر بسيط، اما الكوميليوتد فراكشر يعني اتفتفت في مكانه العظم بقى اجزاء، اما الكومباوند فراكشر فمعناها ان العظم اتكسر والانسجه الرخوه اللي من فوق بما فيها السكين اتقطعت، حصل تهتك حوالين الكسر، فبقى الجرح مفتوح على بره الكسر، ماشي، يبقى ده كومباوند. طيب ايه اللي بيحصل في السائل اللي حوالين البرين اللي هو السيريبروسباينال فلويد او السي اس اف في حالات المينجايتس؟ في حالات المينجايتس الانتراكرينيال تنشن او ضغط السائل بتاع السي اس اف جوه المخ بيزيد، ضغطه جوه بيزيد. تاني حاجه هو المفروض ان ما فيهوش خلايا كرات دم حمراء ولا بيضاء ولا بنفسجي، يبقى فيه العديد من البوليمورف نيوكليار ليكوسايتس او النيتروفيل والباسلز اللي هي الديد بوليمورف وبكتيريا. بنعرف ازاي؟ بياخدوا عينة سي اس اف عن طريق بذل من الظهر، يدخلوا بإبرة يجيبوا السائل بتاع سي اس اف ويفحصوه في المعمل. لو قست البروتين فيه هتلاقيه ان البروتين كونتنت عالي، وهتلاقي السكر فيه واطي، السكر يقل والبروتين يزيد. العيان يجي يشتكي بايه؟ العيان يجي يشتكي بصداع شديد، ايدك ايرتابيليتي، مش قاعد على بعضه، متوتر وعمال يعمل حركات لا اراديه، النك بتبقى ستيف. ستيف ازاي النك؟ لو نيمت العيان على السرير، ها، وجيت تبني رقبته وتبتدي معاك لقدام، لما في عيان اللي عنده مينجايتس لو جيت تبني رقبته ما تبتنيش معاك عشان ترفعه وترفعه كله ظهره بالنك، النك ريجيد متخشبه متطلبه. الحاجة اللي بعد كده اللي هو disturbed level of consciousness، يعني ايه؟ درجة الوعي بتبقى اتأثرت، يبقى ممكن ما عندوش إدراك للزمان المكان مش عارف ايه، يعني ايه في لخبطة في الوعي. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الفوتوفوبيا يعني ايه؟ يعني هو ما يحبش النور، لو دخلت الأوضة وولعت النور يتضايق يقول لك اطفي النور بسرعة، ماشي؟ نيجي لللوكال افكت والكومبليكيشن اوف مينجايتس. اول حاجه بيحصل ثرومبوزس في الارترز اللي موجوده في البايا اكنود، يحصل ثرومبوزس في البزل. زي اي انفلاميشن الهيلنج بتاعه بيبقى بايه؟ فايبروزس او بريزوليوشن، هنا بفايبروزس ما بيحصلش ريجنريشن هنا، تمام؟ فالهيلينج بالفايبروزس يعمل التصاقات ادهيجن، الادهيجنز دي تقفل الفتحات، ها، بتاعه الفنتريكلز اللي هو المسار او المكان اللي بيمر منه سي اس اف من مكان للتاني، هو بينتج في اللاترال فنتريكل بعد كده يروح الفورس والسرد ويلف والسبع ركنويد سبيس وهكذا. الفتحات اللي ما بين حاجه والتانيه اللي هو فرانت الوساكا وماجندي هتتقفل بالفايبروزس انهيت. ينتج عن هذه الالتصاقات كومبريشن او ضغط
على الكرينيال نيرفز اللي هم ايه رقم 3 و4 و6. ايه 3 و4 و6 دول؟ دول خاصين باعصاب العين. فالعيان يجي مشاكل في العين، ايه مشاكل العين؟ بالاضافه طبعا للسباينال نيرف روت اللي هم طالعين من السباين. العيان يجي يشتكي بديبلوبيا، بيشوف الحاجه اتنين سكوينت عند العول وتوزس، يعني عينه الجفن ساقط مغطي اغلب العين. الحاجه اللي بعد كده ان الاوبستراكشن للسي اس اف فلو يخلي راس العيان تكبر. لو هو طفل في سن صغير هتتفتح الفونتانيلز وراس العيان تبقى كبيره، ها، ويبقى عنده صنصة كبيره في عينه، تلاقي ايه جزء من السكليرا كبير باين فوق ال فوق الايه فوق الكورنيا. لو هو سنه كبير والفونتانيلز قفلت، فالضغط بتاع المخ على السكال بون يخليها كانها متفعصه كده، ها، ده بنسميه سيلفر بيتن ابيرنس يبان في الاكس راي في السكال، تمام؟ ايه الجنرال افكتس والكومبليكيشن بتاعت الهايدروكيفلس؟ الهايدروكيفلس بتعمل سيبتك ثرومبوفليبايتس، واخدنا انواع الثرومبايت في الجنرال باثولوجي، يعني بتعمل جلطه وفي التهاب في جدار البسل اللي حاصله فيه. لما بتتكسر منها اجزاء وتمشي في الدم هتعمل سبتسيميا، وممكن تعمل سيستميك بايميا اللي هي بتعمل ايه لما بتنتشر تعمل بايميك ابسس في اماكن اخرى من الجسم. نيجي للبلاد سبريد. البلاد سبريد وبكتيريا، البكتيريا تنتشر عن طريق الدم، تروح مثلا الجوينتس تعمل ارثرايتس، تروح القلب تعمل بكتيريا الاندوكاردايتس، تروح الرئه مثلا والبلورا تعمل امبايما، البص في البلورا. الحاجه اللي بعد كده من ضمن الكومبليكيشن ان يحصل ادرينال كورتيكال هيموريج، يحصل نزف في الادرينال كورتيكال. طفت علينا ليه؟ يحصل نزف في الادرينال كورتكس. ففي السيفير كيسز يدي سيفير ادرينو كورتيكال انسفشنسي، يعني نقص في وظائف الغده فوق الكلويه او الزمان الكظريه شديد، ممكن يؤدي الى الوفاه. طيب النوع الثاني من المنجايتس اللي هنتكلم عنه هو الفيرال. الفيرال طبعا ما بيعملش صديد، ما بيعملش بصمه، فبنسميه اسيبتيك مينجايتس. الاسيبتيك مينجايتس ليس فار من انتي كلينيكال كورس، يعني اقل في الحده الاعراض اللي بتيجي للعيان من اللي بتحصل في حالات السيبتيك مينجايتس. بيبقى سيلف ليميتد، طبعا اغلب الفيرال انفكشن سيلف ليميتد، حتى لو انت ما اديتش العيان علاج هيخف. واغلب الادويه اللي بتتاخد في الفيرال انفكشن اني وير في اي حته في الجسم، ها، بتبقى عباره عن سبورتنج دراجز، يعني ايه؟ انت مش بتدي انتي فايرال في اغلب الاحوال، يعني بتدي عنده صداع ياخد برشام صداع، عنده سخونه ياخد حاجه تخفض الحراره، عنده الم ياخد حاجه تقلل الالم، وهكذا، مش كده؟ يعني انت بتعالج اعراض. يبقى هو سيلف ليميتد واوفن تريتد سيمتوماتيكالي، يعني حسب الاعراض بندي عليك. السي اس اف في هذه الحاله مختلفه عن السي اس اف في حاله السيبتيك مينجايتس اللي بنلاقي فيها بوليمورف وبصلز، دي بنلاقي فيها ليمفوسايتس. البروتين بيزيد بس مش بنفس الدرجه بتاعه السيبتيك مينجايتس. الجلوكوز كونتنت ما بتقلش قوي، بتبقى مور اور ليس نورمال او قريبه من النورمال. الفيروس اللي بيصيب المنجيز في الغالب بيبقى انتيرو فيروس. نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي هي التهاب المخ نفسه. التهاب المخ نفسه اسمه انكيفالايتس. الانكيفالايتس مينز انفلاميشن اوف ذا برين، بيبقى سببها يا اما بايوجينيك انفكشن زي في حالات البرين ابسس، يا اما بكتيريال توكسين زي البوتيوليزم، عارفين البوتيوليزم اللي هو التسمم
بلادنا. طبعا الملاريا دي مش في بلادنا ووسط افريقيا وكده، انما التوكسوبلازما موجوده عندنا، بتجيلنا عن طريق القطط والكلاب اللي بتتربى في البيوت. بعد كده الفايرال انفكشن زي الريبز اللي بيجي من عضه الكلب، البوليو عارفين طبعا شلل الاطفال، والهربس زوستر والهربس سيمبلكس ودول كوم. نيجي لحاجه بعد كده اسمها دي مايلينيتنج ديزيز اوف ذا برين. الدي مايلينيتنج ديزيزز مجموعه من الديزيزز بتتميز بان المايلين اللي حوالين الاعصاب بيتكسر بيبوظ، انما الاكسونز اللي جوه بتفضل زي ما هي. المالتيبل سكلروسيس ده بيقولوا ان هو اوتو اميون ديزيز. انا كنت قلت لكم على امراض جهاز المناعه قبل كده، مش فاكره اذا كنت قلت ولا لا. جهاز المناعه المفروض ان وظيفته ان هو يحمي الجسم من اي انفيدر خارجي، من اي حاجه جايه تهاجمه. جهاز المناعه نفسه ممكن يصاب بامراض. يصاب بامراض ازاي؟ قسموا امراض جهاز المناعه لثلاثه كاتيجوريز كبار وكاتيجوري رابع مش عارفين الفو تبعهم ولا الفو تبع الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار اكيوميليشن اند ديبوزيس. واحد من الكاتيجوريز الكبار دول اسمه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، اللي هي امراض الحساسيه تايب 1 و2 و3 و4. دي بيبقى سببها ايه؟ اكزاجريشن للاميون ريسبونس، استجابه جهاز المناعه للمؤثرات الخارجيه مبالغ فيها. يعني نقدر نقول افوار جهاز المناعه، جهاز المناعه بيشتغل بصوره مبالغ فيها، فبدل ما يتخلص من الانفيدر بوظ لي جسمي. يبقى ده يعني مستفيد. تمام؟ الجروب الثاني من امراض جهاز المناعه، وده جروب كبير برضو، اسمه اميونو ديفيشنسي ديزيز، امراض نقص المناعه. وامراض نقص المناعه في منها تو كاتيجوريز، برايمري وسكندري. البرايمري ده ولله الحمد قليل، بيبقى سببه ان جهاز المناعه فيه حاجه منه ناقصه، فالطفل بيتولد بنقص حاجه محدده في جهاز المناعه، وعلى حسب الحاجه دي يجي له المرض. ودي مش كتير. الكاتيجوري الكبير بقى اللي هو السكندري اميون ديفيشنسي، ان جهاز المناعه نفسه بيتاثر بطريقه يبقى فيه نقص في المناعه لاسباب اخرى بعد الولاده بالمثابه، اسمها سكندري اميون ديفيشنسي ديزيز. دي ممكن يبقى سببها كرونيك ديزيز، واحد عنده مرض مزمن زي الضرر مثلا اللي بيقعد يتعالج منه سنه ونص، مرض مزمن زي السكر ينقص المناعة، مرض مزمن زي الإيدز ده طبعا أسوأ واحد فيه. كل دي أمراض بتنقص المناعة. إيه تاني؟ إن العيان يكون بياخد أدوية معينة تحبط له جهاز المناعة، زي أدوية السرطانات الكيموثيرابيوتيك دراجز. كاتيجوري تاني العيانين اللي بياخدوا ستيرويد كورتيزون ومشتقاته، دول بيحبط فيهم جهاز المناعة. طيب في كاتيجوري بقى ثالث من أمراض جهاز المناعة كبير كده اسمه أوتو أميون ديزيز. إيه الأوتو أميون ديزيز؟ المفروض إن جهاز المناعة ده يتعامل مع الحاجة الخارجية اللي جاية للجسم من بره. لما جهاز المناعة يفقد خاصية التمييز ما بين الحاجة اللي جاية من بره وأجزاء محددة في الجسم، يبقى معناها ان هو هيتعامل مع الحاجه بتاعت الجسم الاساسيه على انها حاجه غريبه، ويكون ضدها اجسام مضاده تبوظها. بنسمي هذا الكاتيجوري من امراض جهاز المناعه اوتو اميون ديزيزز. ماشي؟ بتتكون فيه الاميون ريسبونس اجينست السيلف كومبوننت. طيب الاجزاء الخاصه بالجسم اللي بيتكون ضدها اجسام مضاده بتنقسم الى حاجتين برضه. انتوا عارفين الجسم بيتكون
من خلايا أساسية اللي بتؤدي وظيفة في كل أورجان اسمها بارينكيما سيلز. زي إيه؟ الطوب في هذا البناء، قوالب الطوب اللي هي عاملة شكل المبنى. ماشي؟ هي اللي بتؤدي الوظيفة. زي الهيباتوسايت مثلا، خلية الليفر. ها؟ زي الأوستيوبلاست في البون، زي مش عارفة خلية الثيرويد، الثيرويد جلاند، سايموسايت. بيبقى سببه امراض اخرى، يعني مش هو السبب الرئيسي في البرين، بيبقى سببه حاجات تانية.
الدراجز او التوكسينز. كلينيكالي العيان بيجي موفمنت ديس اوردر، مشاكل في الحركه، بروجريسز بروديوسنج سيفير موتور سلوينج، يعني بطء شديد في الحركه على مدى على وقت ممتد من 10 ل 15 سنه. العيان او الدس بيحصل للمريض عن طريق الكرنت انفكشن والتروما، لانه طبعا مش قادر يخدم نفسه كويس، خاصه لو كان قاعد لوحده او مفيش كير بيه، فطبعا يتعرض اكتر للاصابات للوقوع والخبطات ولان يجي له انفكشن. الديمنشيا بتنشا خلال سنه من بدايه المشاكل بتاعه الحركه. نيجي للسريبرال إديما. ايه السريبرال إديما؟ معناها ان في سائل زياده، فلويد زياده جوه المخ في البارينكيما بتاعت المخ. الباثوجينيسيس بتاعها في تو ميكانيزمز بيحصلوا يسببوا زياده الفلويد اللي جوه المخ. احنا خدنا الإديما في الجنرال بطولوجي مش كده؟ في باثوجينيك إديما وفي سايتوتوكسيك إديما. الباثوجينيك إديما بتحصل لما الانتجريتي بتاعه النورمال بلاد برين بارير بتتلخبط، فبتزيد بسببها الفاسكولار بيرميابيليتي، يحصل ارتشاح من الفيزلز على البرين سبستانس، السائل يسيب البلاد ويطلع على البرين. ممكن ياخد جزء معين في المخ حوالين مثلا انفلاميشن يبقى لوكالايزد او تيومرز، وممكن يبقى جنراليزد لو في مشكله واخده عموم البرين او عموم الجسم كله. نيجي للسايتوتوكسيك إديما. السايتوتوكسيك إديما انكريز في الانترا سيلولار فلويد. الفلويد اللي هيبقى موجود هيبقى جوه البارينكيمتا سيلز، جوه البرين سيلز ذات نفسها، سواء البرين سيلز دي نيورونال سيلز او جلايل سيلز او ايفن حتى الاندوثيليال سيلز اللي هي مبطنه للبلوك سيلز. المشاكل اللي من هذا النوع ممكن تبقى جنراليزد في حالات الهايبوكسيا اسكيميا انسل، وزي ما خدنا زمان في السيل انجري ان اهم سبب للسيل انجري على الاطلاق اللي هو الهايبوكسيا اسكيميا مش كده؟ او يكون العيان اتعرض لتوكسينز معينه، اكسبوجر تو سام توكسينز. جروسلي لو انت شفت عيان مات بهذه الحاله هنلاقي ان البرين اكبر من حجمه الطبيعي. طبعا طالما اللي ماليه ده او اللي حصل فيه انفستريشن ده زائل يبقى هيبقى سوفتر زي النورمال طري، ويبان ان هو مالي الكرينيال فولت، مالي الجمجمه. لما يملى الجمجمه ويتمدد زياده عن اللازم فالاجزاء البارزه من البرين هتخبط في السكال بون وتتبطط لتحت، يبقى فلاتنينج اوف ذا غيرال. از ا ريزلت اوف اكسبانشن او كومبريشن اوف ذا اكسباندنج برين باي ذا ديورا ماتر اللي هي اجينست المنجيز والسكال بون. الانترفيننج سلساي اللي بين الجيراي، طالما الجيراي انتفخت يبقى السلساي دي هتقل هتضغط الحجم تبقى نارض. الفنتريكولار كابيتز اللي مرر فيها السي اس اف هتبقى مضغوطه برضه كومبريست. نيجي للحاجه الكاتيجوري المهم قوي بالنسبه لكم في امراض المخ اللي هو السريبروفاسكولار ديزيز. السريبروفاسكولار اللي هي الامراض اللي بتصيب الفيزلز وبتؤثر على البناء. ذا تيرم دي نوت اني برين ابنورماليتيز سببها باثولوجيكال بروسيس واخده البلاد فيسلز. زي ايه؟ زي الجلطات، خدناها جلطات في الجنرال، ثرومبوزس، امبوليزم، هيموريج، كل الاسباب دي تنضم تحت الكاتيجوري بتاع السريبرو فاسكولار ديزيزز اوف ذا برين. بنسمع كتير على كلمه ستروك، يقول لك العيان جاله ستروك. ايه الستروك دي بقى؟ الستروك ابربت اونست، ابربت يعني ايه؟ حاجه حصلت فجائيه اوف
جلوبال نيورولوجيكال سيمتومز، اعراض على الجهاز العصبي جلوبال يعني واخده جزء كبير منه، سببها اسكيميا او هيموريج، سببها يا اما نقص الدم اللي واصل للبرين او سببها نزف جوه البرين. امتدت على اكثر من 24 ساعه، يعني قعدت الاعراض دي اكثر من 24 ساعه. ليه بنقول اكثر من 24 ساعه؟ لان لو اقل من 24 ساعه بيرجع العيان بعديها نورمال، بنسميها ترانزينت اسكيميك اتاك. تمام، نيجي للانتراكرينيال هيموريج. الانتراكرينيال هيموريج اللي هو النزف في المخ، النزف في المخ في منه سيريبرال هيموريج وفي منه منينجيال هيموريج، يعني نزف في ماده البرينزة نفسها ونزف حوالين الايه الاغشيه بتاعه البرين. نقسمهم بقى. السيريبرال هيموريج اغلب اسبابه ما هياش خبطات، نون تروماتيك كوزز، نون تروماتيك كوزز اوف هيموريج. ده بيمثل لوحده حوالي 10-20% من اسباب الستروك، يعني ما هوش السبب الرئيسي كده، مش كده؟ اغلب المصابين بيه بيبقوا رجال. السايتس بتاعته في البرين على حسب مين فيهم اكتر ومين اقل، البيزال جانجليا والسلامس بياخدوا هما اكتر حاجه 60% من الحالات. لوكال سيريبيلر واخد جزء من السيريبرال كورتكس في 20% من الحالات، واخد السيريبيلم اللي هي ورا في 13% من الحالات، والبونز واخدها في 7% من الحالات. ايه اسباب السيريبرال هيموريج؟ اول حاجه الهايبرتنشن، الضغط العالي، وبعدين في اذر كوز. الضغط العالي ده هو اهم سبب على الاطلاق في القصه دي. دايما الناس يقول لك ضغط ارتفع حصل له ستروك، مش كده؟ يبقى ده الموست كومن كوز اوف نون تروماتيك هيموريج. انتوا عارفين في الهايبرتنشن بيحصل هيلاين ارتريولار سكلروزس، تسلط في جدار الفيسل بسبب ان بيحصل فيبروزس في الجدار وهيلاين ديبوزيشن، بيخلي الارتريولار وول مور ويك، يخليه ويكر ذان نورمال، ضعيف. And more vulnerable to rupture، أكثر عرضة لأنه يفرقع. مش بس كده، الضغط العالي ممكن يجي في حتة، وخصوصا عند البافريكيشن أوف فيسل، ما أنتوا عارفين الفيسلز اللي هي تفرعات، مش كده؟ عند التفرعات ده بيبقى الجزء ده ويكر زي النورمال، ويكر عن باقي الفيسل، ها؟ عند التفرعات يحصل بلج لجزء من الفيسل على بره. كل اللايرز بتاعت الفيسل بيحصل لها بلجنج على بره. بنسمي الناتج ده اللي هو طلع على بره ده وجواه بلاد برضه ده انيوريزم. ها؟ فبيبقى في انيوريزمز، مينيوت انيوريزمز صغيره في السريبرال فيسلز بنسميها شاركوت بوكارد مايكرو انيوريزمز. طبعا الاجزاء اللي فيها الانيوريزمز دي اكتر من غيرها عرضه لان هي يحصل لها ربشه وتفرقع والدم اللي فيها يطلع على بره. الاذر كوزز بقى للهيموريج ربشر اوف انيوريزم زي البيري انيوريزم. البيري انيوريزم ده سكيولار انيوريزم بيبقى كونجنتال انيوريزم زي اللي حكينا عنه، موجود برضه عند تفرعات الجسم. سكيولار يعني ايه؟ لما البلجنج بتاع الفيسل يحصل على جنب واحد بس اسمه سكيولار، واخد كل السيركمفرنس داير داير، يعني الحته دي متسعه وهنا ضيق وهنا ضيق، ها؟ يبقى اسمه فيوزي فورم انيوريزم. تمام؟ فالسكيولار انيوريزمز دي البيري اللي هي الكونجنتال دي لما بتفرقع بتعمل كده. الحاجه اللي بعد كده النيوبلازم، النيوبلازم اللي هو ايه؟ تيومر. اغلب البرين تيومرز بيناين تيومرز، انما بتعمل نفس تاثير المالجنت تيومرز في اي حته تاني في الجسم. ليه بقى؟ لان هي موجوده في فايتال ستراكشر، موجوده في اهم جزء من الجسم اللي هو البرين.
اللنج. دايما النمو بتاع التيومر بيبقى اسرع من النمو بتاع البلاد فيسل اللي فيه، فيؤدي ذلك الى هيموريج، ها، والفيسلز اللي فيه ويك، فيبقى هيموريج جوه التيومر او جزء من التيومر حصل له ديجنريشن ونكروزز، فيبقى فيه هيموريج. ده من اسباب الهيموريج. الحاجه اللي بعد كده ان يبقى فيه امراض الدم بقى اللي هي هيموراجيك بلاد ديزيزز زي السكن الانيميا، زي الثرومبوسايتوبينيا، اي حاجه تؤدي الى نزيف داخل المو. الحاجه اللي بعد كده اللي هي التهاب الايه الفيسلز اللي في الغالب بتبقى مايكرو فيسلز، بنسمي الحاله دي فاسكولايتس. والسبب الاخير هو الدروم. مورفولوجيكالي يعني اللي بيتشاف على المريض لو هو اتعمل له الصفه التشريحيه بعد ما مات، بنلاقي الهيموريج ده بيجي يا اما على شكل بتيكيا الهيموريج، اجزاء صغيره عامله زي قرص البراغيث البتيكيا ده، يا اما ماسيف واخد جزء كبير. فالبتيكيا الهيموريج اللي هو مالتيبل سمول هيموريجز في البرين سبستانس ممكن تيجي في حالات السبتسيميا اللي هي ايه البكتيريا والتوكسنز بتاعتها موجوده في الدم ورايحه كل حته في الجسم بما فيها البرين عملت المشكله دي. بنلاقيه ايضا في الهيموراجيك بلاد ديزيزز او في الفيتامين بي اند سي ديفيشنز. اما الهيموريج لما يبقى ماسيف كميه كبيره خرجت مره واحده اكستنسيف اريا اوف هيموريج، طبعا الهيموريج جوه البرين هيكسر التشو النورمال اللي موجود، امال هيروح فين؟ هيروح مكسر السليم الموجود. السايت بتاع الماسيف هيموريج بيبقى في الغالب عند الانترنال كبسول. وبيبقى جاي منين الماسيف هيموريج؟ من الميدل سريبرال ارتر. ايه الافكتس بتاعت الهيموريج؟ اول حاجه العيان يجي بشلل نصفي، الشلل النصفي بياخد ايده رجل، ياخد بالطول كده، ماشي، اسمه هيمي بليجيا. ده يختلف عن الشلل النصفي اللي بالعرض اللي هو بار بليجيا او كوادريبليجيا لو واخد الايدين والرجلين، يبقى المشكله في العمود الفقري. الكوادريبليجيا يبقى عند السيرفايكال فيرتبري، وبارابليجيا يبقى عند الثوراسيك او تحتها شويه لمبه، ماشي، يبقى ده بارابليجيا. الحاجه الثانيه ان ضغط المخ هيزيد، يبقى انكريز انتراكرينيال تنشن. الضغط بتاع الهيموريج ده بيزيد على البرين ستيم، فيروح جزء من البرين يروح داخل في الفتحه بتاعت العمود الفقري اللي جوه اسمه تنتوريال هيرنيشن، فده يؤدي الى الوفاه لانها تضغط المراكز الحيويه في البرين اللي منها مركز التنفس. طبعا لو مركز التنفس الريسبيراتوري سنتر اتضغط يبقى العيان مش هياخد نفس وهيموت. نيجي للنوع الثاني من النزف اللي هو المنينجيال هيموريج. المنينجيال هيموريج اغلب اسبابه تروماتيك. احنا قلنا السريبرال اغلب اسبابه ايه؟ هايبرتنشن. ده اغلب اسبابه تروماتيك. في منه الاكسترا ديورال هيموريج، يعني هيموريج خارج الديوره ما بين الديوره والسكالبون. وفي سب ديورال هيموريج اللي هو بين اللايرز بتاعه المنينجيز. وفي سب اركينويد بين اخر طبقه في المنينجيز والبرين سبستانس اتسيلف. نمسك النوع الاولاني اللي هو الاكسترا ديورال هيموريج اللي هو الدم فيه بيبقى ما بين الديوره والسكالبون. ده بيبقى ارتيريال بلاد سببه رابشر للميدل مينينجيال ارت، تمام. السب ديورال هيموريج اللي هو بين طبقات المينينجيز او تحت الديوره، يعني ما بين الديوره والبايا اركينويد، ده بيبقى في الغالب فينس بلاد، دم جاي من الفينز، بيبقى سببه تروماتيك رابشر للسيريبرال فينز اللي معديه في الحته دي، كروسنج السب ديورال سبيس. الاكيوميتد بلاد في هذه الحاله بيعمل كلكيعه اسمها تجمع دموي، يقول لك في تجمع دموي لما يعمل السي تي او الام ار اي، تمام. التجمع الدموي ده اسمه هيماتوما، ماشي، اوما اللي هو او ام اي مقطع. انتوا عارفين في الانفلاميشن اي تي اي اس مقطع يفيد الانفلاميشن، اوما دي تفيد ان في كلكيعه هنا. هي مشتقه
من الكلكيعة بتاعت الأورام. كلكيعة الأورام دي يا إما تبقى بناين بابلوما وأدينوما، يا إما تبقى مالجنت كارسينوما وساركوما وليمفوما وميلانوما. ماشي، كله أوم. ولذلك في أي حاجة تاني تعمل كلكيعة بنسميها تيومر لايك ليجن، يعني بتعمل زي التيومر كلكيعة برضه. فتيومر لايك ليجن في حاجات منها كونجينيتال مالفورميشن زي الهيمانجيوماز أو الكوليستوما مثلا، أو تكون ايفن حتى انفلاماتوري وعاملة كلكيعة زي الجرانيلوما اللي خدناها في كورونيك انفلاميشن، جرانيلوما بتاعت التي بي. يبقى التجمع الدموي اسمه هيماتوما. نيجي للنوع الأخير من الهيموريج اللي هو السب أراكينويد هيموريج، اللي هو بيبقى الهيموريج بين الآخر لير، آخر طبقة الأراكينويد في المنجيز والبرين سبستنسيل سيل، فبيعمل إيه؟ سب أراكينويد هيموريج. سب أراكينويد هيموريج بيبقى سببه إن حصل تهتك في البرين نفسه، لاسريشن، روماتيك لاسريشن في البرين، خبطه جامده فتحت دماغ العيان وكمان البرين نفسه اتهتك. او يكون حصل سبونتينيوس رابشر لانيوريزم موجود جوه البرين، او الهيموراجيك بلاد ديزيز اللي حكينا عنها من شويه. تراجع على الرسمه دي الانتراكرينيال هيموريج بانواعه مختلفه. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي السريبرال انيوريزم، اللي احنا عمالين نحكي عن الانيوريزمز دي. الانيوريزمز السريبرال انيوريزمز في منها انواع، كونجنتال انيوريزم اللي هو بنسميه بيري انيوريزم، وفي المايكوتيك انيوريزم هحكي عنه، وبعد كده الاثيروسكلروتيك انيوريزم. النوع الاولاني اللي هو البيري انيوريزم ده كونجنتال انيوريزم، عيب خلقي، بيبقى يا اما واحد يا اما مجموعه سنجل او مالتيبل، وبيبقى سمول ان سايز قد راس الدبوس، يعني بين هيد. وبيبقى في الشكل ساكيولار، يعني واخد جنب مالتيبل ساكيولار انيوريزم. لو حصل لها رابشر بتدي السب اركنويد هيموريج. موجوده دايما عند اماكن تفرعات الفيسلز اللي موجوده في السريبرال كورتكس، يعني عند البفريكيشن اوف سريبرال فيزلز. بيبقى سببها كونجنتال ويكنس في الميديا اللي موجوده في جدار الفيزل. برغم ان احنا بنقول عليها كونجنتال انيوريزم، انما تاثيرها بيبان بعد ما الطفل يتولد وممكن يكبر ويوصل للادلت ايج، على بال ما تتمدد وتتملي دم ومش عارفه ايه بيحصل لها رابشر. النوع الثاني اللي هو المايكوتيك انيوريزم. المايكوتيك انيوريزم ده بيجي في العيانين اللي عندهم التهاب في الغشاء المبطن للقلب اللي هو الاندوكارديا، النوع الخفيف شويه، سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، حاجه ما بين الاكيوت والكرون. ماشي، ليه بقى؟ وبيجي في حالات البولي ارثرايتس فيدوزا، مرض من الامراض الاوتو اميون ديزيزز اللي بتاخد البلاد فيزلز وتعمل فيها كلاكيع نيوديولز كده، فبنسميه بولي ارترايتس. ياخد ارترز كتير وبيعمل النيوديولز كتير. ده سببه ويكنس في الفيسلز بسبب الانفلاميشن ده. السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس بيحصل فيها فيجيتيشن قلنا استرومبال اللي على الفالفز اوف ذا هارت في الجنرال. السترومباي دي لما بتتكسر بتروح لاجزاء الجسم، اغلبها موجود في الليفت سايد، فتوزع مع البرانشز اوف ذا اورتا تروح لاورجنز مختلفه منها البرين. ماشي، فلما تروح لاجزاء مختلفه منها البرين تعمل نوع من الانيوريزم، تزق الجدار الفيسل اللي هي لزقت فيه على بره تعمل المايكوتيك انيوريزم. ليه اسمه مايكوتيك؟ كلمة مايكوتيك دي توحي لك بان سببه فانجل انفكشن، مش كده؟ هو مش سببه فانجل، هو شكله مشروم شيب، مشروم شيب يعني شكل عش الغراب، فعشان كده مسمينه مايكوتيك انيوريزم.
يبقى can the wall of the artery weakened by mild infection. الكومن سايت بتاعه او اكتر سايت بيحصل فيه الميدل سيريبرال ارتري. نيجي للنوع الاخير من الانيوريزم اللي هو الاثيروسكلروتيك انيوريزم، اللي هو الانيوريزم اللي سببه اثيروسكلروز تصلب الشرايين. ده بيبقى شكله فيوزي فورم، يعني واخد الجدار داير داير، هنا ضيق وهنا ضيق والجموس البلدي، بيبقى دايما اسوشيتد مع الهايبرتنشن، لان عيان تصلب الشرايين بيبقى في الغالب ضغطه عالي، يبقى سببه الهايبرتنشن والاسوشيتد. السايتس بتاعته بيبقى واخد الانترنال كاروتيد ارتري اند بازيلار ارتريز. ايه الافكت او ايه تاثير السيريبرال انيوريزمز عموما؟ الانيوريزمز دي ايه خطورتها؟ اول حاجه لانها كلاكيع جوه البرين فهتزود الضغط جوه البرين يبقى انكريز انتربرينال. الحاجه الثانيه ان هي هتحصل لها رابشر، فالرابشر يدي السب اركنويد هيموج. الحاجه الثانيه هتضغط على الفنتريكلز وتقفل الفتحات عشان ما يمرش السي اس اف من فنتريكل للتاني، فالعيان يجيب الهايبوكيفلس تمدد البرين. حاجه غير كده ان ممكن يحصل فيها ثرومبوزس جوه الفيسل، لان الدم طبعا بيركب فيها بيبقى ابطا من مروره في الاماكن العاديه، فيحصل ثرومبس وممكن يترسب في الثرومبوز دي كالسيوم ديبوزيشن ويزود الضغط جوه المخ. ايه اسباب زياده الضغط جوه المخ؟ ايه اسباب الانكريز انتراكرينيال تنشن؟ الانكريز انتراكرينيال تنشن ممكن يبقى سببه تيومر جوه البرين سواء بنوع ولا مالجنت، يبقى انتراكرينيال تيومر سواء برايمري يعني نشا جوه البرين. انتراكرينيال تيومر قلنا التيومرز بتاعت البرين اغلبها بناين، انما تاثيرها لان ده فايتال اورجن. الانتراكرينيال انفلاميشن التهاب جوه البرين زي المنجايتس زي الانفلايتس وخلافه. الانتراكرينيال انفلاميشن في منها اكيوت وفي كرونيك، زي ما احنا خدنا في الانفلاميشن زمان سبيراتيف ونون سبيراتيف، السبيراتيف زي السبتيك مننجايتس والنون سبيراتيف زي الفيرال مننجايتس. الكرونيك يا اما تبقى كرونيك نون سبيسيفيك زي الابسس او كرونيك سبيسيفيك زي التوبركلوز. الحاجه الثالثه اللي تزود ضغط المخ اللي هي انتراكرينيال فاسكولار ديس اوردر زي الانيوريزم والهيموريج. الحاجه اللي بعد كده اللي هيدروكيفلس اللي هو التمدد بتاع المخ البرين بسبب زيادة السائل جوه المخ، يعني الهيدروكيفلس سببه زيادة في السائل مش في السبستنس ولا في أي حاجة تانية بره، السائل اللي جوه هو اللي زاد. السيمتومز العيان اللي عنده انكريزد انتراكرينيال تنشن بيتعرف بثلاث حاجات رئيسيين، يقول لك عنده بيرزيستنت هيديك صداع ما بيخفش بالمسكنات، فوميتنج أو نوديا وفوميتنج، إحساس بالترجيع وترجيع بيسموه بروجكتايل كوميدي، يعني ايه؟ دايما العيان اللي هيتقايم بيبذل جهد وهو بيتقايم، يقعد ايه يحزق كده شويه على بال ايه ما ينزلوا شويه الحاجات اللي على قلبه، ها؟ اللي عايز يطلعها. عيان الانكريز انتراكرينيال تنشن من غير مجهود يبص يلاقي نفسه بيوط كده السائل ينزل، اسمه بروجكتايل كوميدي. الحاجه اللي بعد كده في زغلله في العين اللي بنسميها بلورد فيجن. نيجي للاعصاب الطرفيه اللي هي البريفرال نيرفز. البريفرال نيورايتس او التهاب الاعصاب الطرفيه انفلاميشن اوف ذا بريفرال نيرفز ده فيري كومن، من الحاجات الشهيره الكثيره في الجسم. سببها يا اما اكيوت انفكتيف بولي نيورايتس سببها التهاب بسبب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، بتحصل في الغالب مع اي حمى بتيجي للشخص سواء انفلونزا او حصبه ميزلز او ان هو خد فاكسين ضد التيفويد او ضد السمول بوكس. من الاسباب المهمه جدا للبريفرال نيورايتس وده كمان في اسيوط والمناطق اللي حواليها اللي هو الليبوزي اللي هو الجذام. الحاجه اللي بعد كده الاكيوت توكسيميا اللي هو بكتيريا توكسينز موجوده في الدم، اهمهم الدفتيريا اللي هي الحمد لله اراديكيتد، وكان العيانين بيموتوا بالدفتيريا لما كانت بتجيلهم زمان، دلوقتي في
ممكن باسيلاري ديزنتري مزايد موجود. من الاسباب الشهيره اللي بتصادفنا كل يوم حياتنا اليوميه اللي هي السكر الدايابيتيك او الدايابيتس ميليتس اللي هي بتعمل القدم السكري ومشاكل الاعصاب الطرفيه اللي هي بتقلل الاحساس عند الشخص طالما هو ما حسش يبقى ممكن يحصل له تروما ما يحسش يدخل منها انفكشن ما يحسش لغايه ما يلاقي نفسه مضطر يعمل باتر للاطراف. بعد كده السايمن ديفيشنسي اللي بيجي العيان بالبيري بيري ده واحد من مكونات الفيتامين بي كومبلكس النقص بتاعه بيعمل البيري بيري. الكرونيك الكوليزم الناس اللي هي بتاخد خمور على لونج بيري وطبعا ده مش موجود عندنا. الكيميكال بويزن مش عشان احنا كويسين دلوقتي في حاجات بلاوي سودا في المخدرات بنسمع عنها كتير. الكيميكال بويزن اللي هي السموم الكيميائيه زي الارسنيك الزرنيخ الرصاص والمنجنيز. ميكانيكال انجري اللي هو حصل مشاكل ميكانيكال زي مثلا تيومر حصل في النيرف او جنبه او البرولابس الديسك اللي هو ايه اللي هو الانزلاق الغضروفي والنيرف تروما بسبب جرح او حاجه وجود يعني. النيرف اسكيميا اللي هو الدم مش واصل كويس ليه